إذا الاستعداد الآن مشاهدينا الكرام، سيدتي أنساتي سادتي، ينطلق الشوط الرابع للخيل العربية الأصيلة بمشاركة كبيرة من المهور، 13 مهورا يشارك في هذا الشوط لمسافة 1400 متر، انطلاقة قوية وازدفاع مع البداية ورأس القمة في القمة، وبالتالي منافسة مهمة جدا هنا مع الدوران الأول. لدينا تحدي كبير ومثير لدي ساندمان لأبناء محمد كاظم إبراهيم محمد الأنصاري سليم غلام في الانطلاقة الكبيرة والمثالية، هنا تأتي بواقعية رائعة جدا، انطلاقة شموس على ما يبدو لي، ولكن رأس القمة في محاولة لانتزاع الصدارة من البداية للسيد شايل بن خليفة الكواري الذي لم يحصد أي انتصار في الأشواط الماضية، ولكن كالعادة عادات واعتيادة في مثل هذه الأشواط الكبيرة يكون له الحضور الكبير. هنا انطلاقة كبيرة ما زالت عن طريق لدي ساندمان لأحمد قبيسي سليم غلام في المقدمة، ومنافسة كبيرة والدفع جميل جدا الآن، هنا بالفعل تداخل رائع جدا، هكتور يتدخل الطويل يحاول لسعد ربيعة وإبراهيم المالكي، ولكن أيضا ما زالت المنافسة كبيرة وقوية هنا للجياد القادمة وسوى فوس، هنا بالفعل تأتي الانطلاقة عن طريق المهم، مهم 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 المهم ينطلق بهذه الصورة، ولكن لدينا دخول لأكثر من جواد لحد الآن، وعلى ما يبدو لي كذلك إي جي إس أمجد لمربط الجريان ومهند انطلق بصورة رائعة جدا. هنا لدينا بالفعل النتيجة أمجد ومربط الجريان ومهند جاسم الياقوت، والمركز الأول جيرالد فرانش في القيادة الكوفة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وبالتالي جوليان سمارت وريتشارد مولان في المركز الثالث، حل الجواد لدي ساندمان لأبناء محمد كاظم إبراهيم محمد الأنصاري أحمد قبيسي مدربا سليم غلام فارسا، فيما في المركز الرابع جاء الجواد رقم 11 الطويل لسعد ربيعة سعد العجلان الكعبي والمدرب إبراهيم المالكي والخيال جاري كارتر، بينما في المركز الخامس حل الجواد رقم 5 وهو مهم للسيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية جاسم الغزالي مدرب الخيال هاري بنتلي. هكذا النتائج في هذا الشوط يا السادة المشاهدون الأعزاء، ننتظر